شيل العدة، شيل هاي، هذا خرجه بس. نحن الآن في قرى مدينة جرابلس في جولة لمديرية الزراعة والثروة الحيوانية على العيادة المتنقلة التي تقوم بمعالجة الأبقار والأغنام والماعز الموجود في ريف مدينة جرابلس ضمن إطار حملة من مديرية الزراعة، وذلك لمعالجة هذه الثروة من الأمراض ضمن برنامج قمنا نحن مديرية الزراعة بطرحه على المناطق الريفية وعلى المدينة. باشرت هذه العيادة المتنقلة ما يقارب 15 يوم، قامت بمعالجة أبقار الموجودة في 4 قرى، ونحن الآن في قرية الشامل حيث يقوم العيادة المتنقلة بفحص الأبقار والأغنام الموجودة ضمن إطار الحملة التي نقوم بها لمعالجة هذه الثروة الحيوانية. تذكرني خديجة؟ إيش اسمها؟ نوفر؟ هذا كله بيض. ضحك مثل ايش اسمه؟ سبحان الله. هيو انت شو اسمه يا معلم؟ ها؟